لا سيبها بقى العدسيه، سيبها، انت طلعتها بدري ليه؟ عبال ما تفك يعني؟ انا بحب العدسيه يا جماعه، انتوا بتحبوا العدسيه؟ سيب فككم من القصه دلوقتي، خلينا نتكلم شويه. فلامينكو، انا بحب فلامينكو. عامل ريفيو، معايا ريفيو النهارده على الفلامينكو البتاع ده، انا بعشقه بس بعشقش اللي هو بالسوداني، انا بحب اللي هو التالت الطبق. والله العظيم ما عارفين عشان مديني جنيه. الفكره كلها ان انت قاطع اي حاجه مش مصريه، اي حاجه مش مصريه، اي حاجه انتاج مصري خليك معاها، شجع منتج بلدك، انت فاهم؟ هي اهم من كل ده. جامد بتاع ده والله العظيم بعشقه. اخلص واقوم اطبخ شويه مكرونه، هبقى زوج صالح والله العظيم. اخد مراتي كده اطلعها الساعه 3 بالليل، خليها تنزل استراحات. يا بابا جوزي مصيعني. والله ايه بقى، عيش بقى فاهم، اللي هو مش هيقدر يتحكم بقى فيها بقى، مش في بيته هي، صايعه مع جوزها. خدها بالعربيه كده نلف على كوبري استالوسه. البني ادم مننا لازم يعيش حياته زي السبلاش اللي انا جايبه ده. ده المفروض انت بتحط منه بعد الاستحمام وانت خارج. انا بحط منه بغسل بايدي ليه بقى؟ هقول لك، لان انا كده يعتبر خارج، دي خروجاتي، انا بلبس الطقم عشان اطلع بيه قدام الكاميرا. ما اخرجش يا جماعه، والله بالله عليكم عايزين خروجه حلوه خرجوني. اهتم بنفسك، اهتم بمظهرك، فاهم يعني؟ اهتم بشعرك. اهتم بشعرك. عارف روتين شعري ايه؟ اقسم بالله ولا اي حاجه. بس جامد، في ناس بتحبه كده. كترنا في البدايه، كترنا قوي قوي، نخش في القصه. ناس مستنيه الجزء الثاني، فاهم؟ اللي هو يلا الجزء الثاني، احنا في ناس عيطت في الجزء الاول. والله انا بصراحه انا قايل ان انا مش هعيط، انا لسه هشوف. انا اسف على اللي هيحصل ده. امنخر احفر؟ لا، ما هي المشكله بقى ان الفام الفتحه صغيره. فما بعرفش امانخ. طب تصدق طب بس بطل قرف بس خلاص. وربنا في مره كنت بسحب من عند، لا خلاص خش يا عم. السلام عليكم. لا ده مش الافنجرز دي، عزم مش هادي في كل حته، عزم مش هادي. يلا بينا على الجزء الثاني على طول. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم كلهم عونا ونصيرا اخواتنا الفلسطينيين. بس كده كده دي المقدمه، اعمل حاجه ثانيه. خش كمل شغلك. طب انا هسيب البيت وامشي. طب انا ماشي، مش مكان، مش قاعد اهو. على فكره من ضمن الحاجات ان انا لما بزوج صالح لما اتخانق مع مراتي في البيت، والله العظيم انا اللي هسيب لها البيت عشان ما حدش من عيلتها يشمت فيها او ربنا. جدع جدع. والله كمل الفيديو. ماشي حاضر. هي فين زوجتك؟ يلا بينا على قصه يوسف. يوسف الطيب الجزء الثاني، يلا. كل الاطفال هتحبك وهتعرف انت مين يا اخي. على الكلام اللي هي بتقوله لي، عندها كميه طاقه ايجابيه وتفاؤل يتباع في الصيدليات، حاجه جميله. ليه ما لقيتش اب يسيب لي، خلي يعمل لي، عمي يسندني؟ ليه انا بطولي كده في الحياه؟ بقول لك ايه ياض، انت جاي على بالك هم؟ قوم اسلق لنا شويه المكرونه اللي هحط دول. يلا انا جعانه، انا كل ده ما اكلتش من ساعه ما جيت من الشغل. حاضر يا امي. فوانا بقوم لقيت امي بتنده عليا بتقول لي ايه؟ يا يوسف ارضى بقضاء ربنا، انت بتتعشى وبتنام متغطي، هو انت ما بتشوفهمش وانت جاي في الشارع ولا ايه؟ هما مين يام اللي نفسهم يعيشوا عيشتك يا ابني؟ انت بصيت لواحد اعلى منك وهتلاقيك وانت جاي ولابس وماشي كده واحد نفسه يلبس الجاكيت بتاعك ونايم على رصيف في الشارع. بص للي اقل منك واحمد ربنا، ما تبصش اعلى منك، احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها. وبعدين انت هتحتاج اب ولا خال ولا عم وانا موجوده يعني؟ ما انا بكل دول انت ما تعرفش انا مجهزه لك ايه اساسا. فرحت قعدت على الكرسي تاني لامي، مجهزه لي ايه؟ قولي لي والنبي. هناخد الجامعه في شهر 3 اللي جاي وهنديها لك، وكنت سامع ان انت كنت عايز تجيب مكنه، مكنه ضايو، هشتغل بيها دليفري. بس دي شمال يم. يعني ايه يا ابني؟ يعني هتنفع، حلوه حلوه. هنقضيها مطاردات بقى، مكنه ضايو ب 2000 ونص بعون الله، اشتغل بيها دليفري، هبقى محمد رمضان في فيلم الالماني، وهكون دليفري رقم واحد في مصر، صيدليات، مطعم، اي نوع دليفري مش هيعدي من تحت يوسف. دليفري رقم واحد في الحياه. بيني وبينكم بصراحه قعدت الفتره دي مش لاقي شغل، قلت عبال مامي ما تقبض الجمعيه كان عندنا بتاع خرده في الشارع، رحت اشتغلت معاه. وانا هعمل ايه يعني؟ قاعد جوه دكان كبير مليان خرده، فرق البتي والعادم والبلاستيك وعين كل حاجه لوحدها، ونملى جونيه كبيره من البلاستيك والصفايح وكذا وكذا وكذا، وبقيت راجل خرتاجي قد الدنيا. الشغل مش عيب، ده انت اللي بتقول الكلام ده يا عم يوسف في المداري، ما انا جوه دكان عادي بقى مفيش مشكله. واجيب المكنه واشتغل دليفري، وهم 6 شهور بالظبط اللي انا اشتغلتهم بتاع دليفري. خلال ال6 شهور دول حصل لي حاجه غيرت الدنيا كلها معايا. يما
هما الجو ساقع ما بقتش حمل شغله الدليفري. عملت لي المشمع اللي هو بتاع البلكونه، قطعت منه حتتين وخليته لي ترنج هلبسه فوق الترنج بتاعي عشان لو اتبليت بسقع، لكن لما المايه تيجي على المشمع هكون متدفي. وجابت لي جوانتين كده وايس كاب وكوفيه. بعون الله امي خلتني ماشي دفايه ماشي على الارض. بطانيه سايقه مكنه بتوصل دليفري، وكنت شغال في صيدليه عندنا في امبابه، ورحت اوصل اوردر. الاوردر ده كانت اسعافات اوليه، شاش قطن بتدين مراهم الله اعلم كان فيه ايه في الاوردر ده. فانا اخده من هنا جماعه الخير وراح اوصله برج عندنا منضف، راح جاي طالع عماره باسانسير اخبط الاقي اللي بتطلع لي واحده وبتبص لي بصات غريبه، في نصيبه معاها الحساب كذا كذا يا استاذ. فلقيتها بتعمل لي كده ودخلت تجيب الحساب، وفي بنوته صغيره قاعده على الكنبه اللي في وشي في الريسبشن قاعده متكتفه كده ومعيطه في ان يا جماعه الخير. فدي جابت الحساب وجايه لي ما بتتكلمش نص كلمه، بسم الله ما شاء الله اخت كبيره ليا بتاع 27 سنه 29 سنه، ودي شكلها البنوته الصغيره دي بنتها. حسيت البنات هو انت في حاجه معاكي؟ فلقيتها بتعمل لي كده، حاسبتني وخدت الفلوس ورحت جاي طالب الاسانسير. عارفين اللوك بتاع الاسانسير؟ عملته ورحت جاي هبد الاسانسير على اساس ان هو نزل، وانا لسه ما نزلتش اسمع واحد جوه اسمعها يا بت ويا بت ويا بت، وعمال يقول لها كلام ما يتلبس عليه هدوم. طب دي مين اللي جوه معاها ده؟ وليه لما انا جيت كان ساكت؟ يا عم انا مالي؟ فسمعت صوت البت الصغيره بتقول ايه؟ والنبي سيبنا بقى، سيب ماما انت بتضربها ليه؟ انا اسمع البت الصغيره بتقول كده من هنا افتكر يوسف، يوسف الصغير اللي كان من سنتين متبهدل. بعون الله شاب 17 سنه يناول الباب برجله يفتح الباب، هلا واحد ابن مجنونه ماسك سكينه وهيموت الاخت اللي هي اللي فتحت لي الباب اللي كانت طالبه الاوردر. انا اسكت عينكم ما تشوف الا النور. طلع خلص. في حاجه حصلت فوق هتفهموها قدام، اخته الكبيره راكبه وراه على المكنه والبنوته الصغيره بنتها قدامه على تانك البنزين، وده سايق واخد في وشه رايح على فين يوسف الطيب بيهم؟ على بيت ابو البنوته دي. السلام عليكم. فالجماعه اللي احنا رحنا لهم دول عالم بسم الله ما شاء الله يعني دخلتني منطقه عندنا في القاهره نظام فيلل وكده. انا هتوكل انا على الله بقى استاذه، انت هتدخل معايا لبابا، انت ما تسيبنيش بعد اللي انت عملته ده. هدخل لابوك اعمل ايه طيب؟ على طلعت مين؟ ابوها. هي كلمته واحنا في السكه وهي راكبه على المكنه معايا، احنا جايين في نصيبه يا بابا. ايه يا بنتي في ايه ومش في ايه وانا اخش افهم اللي بيحصل ومين اللي انا كنت معاه في الشقه هناك ده وهقول لكم عملت فيه ايه؟ طالقها. قال ايه؟ عايز ياخد منها البت بالعافيه ومقضيها بهدله وشتيمه، ولما سمع بتاع الدليفري طالع اللي هو انا يوسف الطيب قطم تكمنه قصير فافتريت عليه بصراحه على الدغري، ما كنتش عارف اتعارك بايه انا بتاع دليفري، بس كان معاه جزمه شمواه بعون الله الكعب بتاعها خشب كنت بناوله على دماغه بيه، هو ماسك سكينه مطبخ وانا ماسك جزمه شمواه وانا ناوله بصراحه، خبطني خبطتين في الجاكيت والمشمع كده بس ما جاتش فيا انا الحمد لله جت سليمه، هبطته الهبدتين على دماغه ورحت جاي واخد ست البنات وبنتها، اختي الكبيره ورايا على المكنه والبنوته الصغيره على تانك البنزين، وخليتها ماسكه الجامد قدامها ووصلنا الحمد لله عند بيت ابوها. ايه خير في ايه؟ هو ده اللي حصل. خد عندك الخير كله شفته من اول اليوم ده. ابوها طلع عنده شركه موارد غذائيه في قطر شريك فيها. انت شغال ايه يا ابني؟ انت يا ابني انا عايز اخدمك، انت يا ابني معايا من هنا ورايح. والله العظيم حسيت ان الدنيا بدات تضحك لي وان الراجل فعلا عايز يعمل معايا اي حاجه. خلص لي ورقي وظبط لي الدنيا، وده طبعا بعد شهور لما عرفت امي باللي حصل، وخلص ورق لامي كمان ومرحبا بيكم يا جماعه الخير في قطر. عبد لله في كام شهر كان في قطر هناك، فيزتها كانت صعبه حبتين ولكن الحمد لله خلصناها وسافرنا. حب من هنا لهنا ربنا كرمني فعايز افتح مصلحه عندنا في مصر. طبعا اي مصلحه حكوميه هلجأ لها، اي ورا حاجه اخلصه هيحتاج ابويا لان هو الواسع عليا وانا لسه مش 21 سنه. تعالوا اقول لكم ان ابويا بدا يتغير وبدا يبقى كويس، والاحلى والاحلى بقى نفسه يرجع لامي، بس امي اللي مش راضيه ومش عايزه تنوله ده، اذاها كتير وهي كانت دايما تقول لي انا غلطت ازاي وحبيته ده، عاشت معاه 20 سنه في خراب وما صدقت ان هي شافت حياتها من بعده، والاحلى من كل ده ان هي رضت بقضاء ربنا وقالت انا فرحتي في ان انا اشوفك في بيتك معاك عيالك، وقعدت وسط ناس كانوا ماسكين الشغل بتاعي وطبعا الحاجه باسم ابويا، ولكن امي ما كانتش واثقه في ابويا ان انا اخلي الحاجه باسمه كده. ياما ابويا اتغير وابويا كبر وما عادش يغدر بينا بقى خلاص، هو لسه في حيل يعمل كل ده. جالي عرض حلو، هنحط ايدينا على المحل بتاعك والمنتجات بتاعتك وهنديك نظام سلفه داون بيمنت. طب انت عملت ده ليه يا يوسف؟ عشان عايز اجيب شقتي بصراحه، عايز اشوف حالي بقى، عايز اتجوز، انا بتشبع 20 سنه خلاص داخل على 21 اهو، فانا لازم اشوف مصلحتي. وبعدين العربيه انا مش هفضل اخدها من استاذ رشدي اللي هو وش الخير عليا من كل ده، لما رحت له قطر هناك انا وامي وشغلني معاه وكان هو مكلف بكل حاجه هناك والراجل ما قصرش معايا، بس انا مش حابب اكون تقيل عليه. الملمين اللي انا عملتهم هناك من شغلي معاه نزلت بيهم مصر هنا، قلت اعمل لي مصلحه زي اي شاب طبيعي ما هيفكر في كده. اتعرض عليا داون بيمنت من شركه قالت لي هنديك سلفه هدفع تقديمه عربيه وجمع لي ملمين كمان هدفعهم تقديمه شقه. ايوه هبقى مديون وكل حاجه، ولكن الفكره كلها في ان انا عايز اعمل لنفسي حاجه بقى وما نعيدش هم ابويا ولا ان هو ممكن في يوم من الايام يغدر بيا. خلال فتره شغلي في الشركه دي حصل ما بيننا اختلافات، احنا بنصرف على منتجاتك، احنا بنصرف على شركه التسويق بتاعتك، احنا فاتحين لك كافيه
ايه؟ احنا جايبين لك عربية؟ احنا قلت لهم نفضي الحوار وكل واحد ياخد فينا حق ومحدش يبقى له عند التاني حاجة. قالوا لي مش بكل سهولة، هم مصدقوا حتة لحمة ومسكوا فيها عايزين يرموها عظمة. حطوا ايديهم على كل حاجة، وبتعليمي وبشغلي وشاب 20 سنة بدأ يقف على رجله، عايزين يقطموا لي ظهري. ومين السبب في كل ده؟ واحد كده متداري من تحت لتحت. سلمهم كل الأوراق اللي معايا مقابل مليمين. طب خلاص هدفع الداون بيمنت اللي عليا السلف. قالوا لي مش بسعر الدولار اللي انت خدته، انت شغال معانا في شركة تسويق، احنا هنتعامل بعملتنا الحالية، يعني الداون بيمنت اللي خدته والسلفة اللي خدتها من الشركة بسعر عملة النهاردة. اقسم بالله العلي العظيم جمعت المبلغ بالعافية، يعلم ربنا الصيغة اللي انا كنت جايبها لأمي لما كنت في قطر هناك خليتها تبيعها، ودبرنا المبلغ من هنا على مبلغ من هنا، ولا خال شايل ولا عم ساند، ده انا بطول انا وامي في الدنيا. ابويا انا مش شامم ريحته في اي حاجة، ساكت هادي متداري مستخبي، هو فينا الله اعلم. جمعت يا امي المبلغ؟ اه يا ابني جمعته. طيب هنتوكل على الله، يلا ونروح الشركة الصبح في المقر بتاعها ندي لهم فلوسهم وناخد ورقنا ويعوض علينا ربنا. ده يمكن ربنا عمل كده يا ابني بيعلمك ان انت معاك اعمل، ما معاكش ما يلزمكش، على قد لحافك مد رجليك. ليه تاخد سلفة وليه تاخد داون بيمنت؟ ودي كانت اكبر غلطة انا عملتها، وانا اسف ان انا عملت ده، اسف لنفسي بجد. اروح الشركة هناك، شركة التسويق اللي انا كنت شغال معاهم اللي انا واخد منها سلفة، الاقي ابويا قاعد هناك وفي ايده ظرف ابيض. يا محاسن الصدف، تعمل ايه يا ابويا هنا؟ طالبني عشان نشوف النصيبة اللي انت عاملها، دي كانت مجرد سلفة وحصل ما بيننا اختلافات وهنفضي شراكة الشغل. انت جاي هنا ازاي من غير ما تقول لي؟ ما انا جاي اعرف ابني غرقان في ايه وبيعمل ايه. قلت لي اه. طيب يا ابويا. فلقيت الباشمهندس دخل لابويا الغرفه. اتفضل انت يا فندم، ابن حضرتك هيكون موجود معانا في الشركه هنا، مش محتاجين منك حاجه تاني. في ايه الظرف الابيض اللي هو واخده ونازل بيه ده؟ الله اعلم في ايه ورا الموضوع، بس انا مش عارف ايه هي. انا مش فاهم حاجه زي ما انت مش فاهم حاجه دلوقتي، بس في حد هو اللي مكعبل لي موضوع الشغل بتاعي ده. انا واحد خدت سلفه من شغلي طبيعي زي اي حد ما بيعمل، وحصل اختلافات وعايز اسد السلفه دي تاني. ليه هم طمعانين في شغلي؟ مش عايزين يسيبوني بكل سهوله. اتاري الحاج كان مديهم العقود. انا عقود؟ العقود اللي هو كان واصي عليا بيها لما امي قالت لي ابوك ما بيتغيرش، ما تثقش فيه هيبيعك ليهم. تحس انها كانت عارفه او بتتنبأ بالمستقبل، بس انا ما سمعتش كلامها. نزلت لقيت امي قاعده على الرصيف. الولية دي شايت معايا قوي، الولية دي شافت مني كتير، قاعده غلبانه مدياني ظهرها كده وماسكه سندوتش فلافل بتاكل فيه. جابت سندوتش فلافل منين واحنا في التجمع؟ الله اعلم. انت نزلت من العربيه ليه؟ فهي تبص لي كده، ما خلاص ما بقتش عربيتنا، ده بقت عربياتهم هم، انا اقعد في عربيه ابن حبيبي لما يجيبها تاني. وبشقاوه وبتعبه، مش سلفه يا عم ولا حاجه، خد كل جايبه لك سندوتش فلافل. رجعت للمحل الصغير اللي انا كنت فاتحه، خسرت كتير عشان كنت بدفع السلفه اللي عليا دي بسعر عمله النهارده مش العمله زي ما انا ما خدتها. بعت الصيغه اللي حلت امي، الحمد لله لسه عندنا المحل بتاعنا. لو كده هجيب شويه بضاعه، استاذ رشدي ليه حبايبه في تركيا هناك هيصدروا لي بضاعه، وان شاء الله موضوع الجمارك ده هو هيحل لي مشكلته وكده، وهتبقى بدايه خير ان شاء الله. العمل هشام بيعملهم تاني، انا اللي بعمل الفلوس مش الفلوس هي اللي بتعملني. انا اللي من هنا وراح مش هبقى طيب، انا اللي من هنا وراح اتهزيت كتير. فضفضت معاكم شويه ومن غير ما انزل دمعه ياما زي ما قلت لك اهو، دي قصه يوسف الطيب وربنا يعوض عليا.